نعم. زي ما ذكر الأخوة البلد طبعا منتشر فيها السحر والدجل وكده. الشيء الثاني من يموت بني آدم زي ما بيقولوا العزاء مراسم الدجل. يا ريتك توضح كيفية العزاء. أخونا جزاه الله خير بيسأل من السحر ومن كيفية العزاء. السحر زي ما تفضل الشيخ نورين كفر بالله سبحانه وتعالى. ربنا قال وما يعلمان من أحد، ربنا قال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فالعلماء قالوا الآيات دي كلها دليل على إنه بيتعلم السحر كافر. والبيمشي للساحر عشان يعمل له عمل يضر به زول، ده ربنا قال ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ما عنده نصيب يوم القيامة ولا عنده ثواب ذاته. ده موضوع خطير. عشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام قال ليس منا من سحر من سحر أو سحر له. اللي بيعمل سحر هو ذاته الفكي، أو واحدين يسموه الفقير أو يسموه الفكي، اللي هو اللي بيفتح الكتاب وبيوريك بكرة بيحصل شنو، وكذاب ذاته ما عارف بكرة بيحصل شنو. هو لو عارف بكرة بيحصل شنو ما كانت حشر قاعد في المحل ده. فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام قال ده ما من أمتي، هو ذاته ما من أمتي، والبيمشي له برضو ما من أمتي، ليس منا من سحر أو سحر له برضو ما من أمتي. فما في وعيد يا جماعة شد من الوعيد ده إطلاقا. الرسول عليه الصلاة والسلام يتبرى من الساحر ومن الناس اللي بيمشوا للسحر. والساحر الليلة هنا في السودان ما بقول لك أنا اسمي ساحر، لو قال لك كده ما بزول بيمشي له، ويقول لك إنا أولياء الله الصالحين. الساحر ذاته بغشك بقول لك لا نحن أولياء الله الصالحين، ونحن الفقراء، ونحن شيوخ الطرق، ونحن ونحن. دير هم السحر ذاته، مش بيفتح الكتاب، مش بيكتب بخرات، ده الساحر ذاته. مش بيكتب محايات، ده الساحر ذاته. وبيعمل حجبات، ده هو الساحر ذاته يا أخوانا، ده هو الساحر ذاته. النزل فيه القرآن والرسول عليه الصلاة والسلام يتكلم عنه. كذلك تضر أخوك يا أخي، تضره عشان أنت حاسده ربنا فتح له مال في تجارة ولا زراعة ولا ذهب ولا غيره. أنت ما تسأل الله الأداو الله أنت برضو بيدي. ربنا قال وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فاسال الله، الله بيديك باب الله واسع